الاستاذ الدكتور محمود عبد العاطي استاذ الرياضيات بجامعه سوهاج. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. يعني هو في الحقيقه المؤتمر خطوه متميزه جدا ومهمه جدا في نشر ثقافه النشر العلمي، والثقافه دي اللي احنا بتنقص الباحثين في الصعيد عامه. فأنا أعتقد أن المؤتمر هيبقى إضافة نوعية وخدمة ممتازة لجامعة جنوب الوادي وللإقليم عامة. إيه وجه الاختلاف ما بين المرة الأولى اللي عقد فيها المؤتمر والمرة الثانية؟ والله دي أول مرة أنا أحضر المؤتمر، يعني عنديش الإجابة أن أنا أقول أو أحكم على المرة الأولى، يعني ممكن في آخر اليوم أقول لك على رأيي في المؤتمر ده، يعني المؤتمر الثاني إن شاء الله. إيه رأيك في الباحثين من جامعة جنوب الوادي؟ هو أنا متابع طبعا، يعني قبل ما أروح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أنا من جامعة سوهاج، فأنا متابع الباحثين ومتابع الحركة البحثية في جامعة جنوب الوادي. جامعة جنوب الوادي بتضم مجموعة ونخبة من الباحثين من أحسن الباحثين في مصر، وأعتقد إن شاء الله قريبا هنشوف إنجازات كبيرة من جامعة جنوب الوادي.